السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد الحرشه. هي حرشه عاديه ولكن تجي روعه، تجي فتيه وزوينه بزاف. ما فيهاش بزاف ديال المقادير. اول حاجه تنحتاجو واحد نص كيلو ديال السميده، ملعقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال الملح، شويه ديال خميره الخبز، واحد ملعقة صغيرة ديال السكر، شوية ديال الزيت العادية والماء البارد باش نجمعو العجين، باش نجمعو عفوا الحرشة ديالنا. ونحتاجو شوية ديال السميدة اللي غادي نفندو فيها الحريشات ديالنا. يلا نبداو على بركة الله. أول حاجة ناخدو السميدة نتاعنا. كيف تتشوفو السميدة نتاعنا هي سميدة متوسطة، ماشي ديك الغليظة وماشي الفينو، سميدة متوسطة. غادي نديرو فيها الملح، خميرة الخبز، والسكر، وغادي نضيفو الزبدة، والقليل من الزيت. هادشي كيبقى عليكم ميزانكم على حساب الكميه ديال السميد اللي عندكم. غادي ندخلوا هاد الزبده وهاد الزيت مزيان في السميده ديالنا. حتى تشرب السميده ديالنا كامل ديك الدهنيات اللي فيها، الدهنيات اللي درنا ليها الزيت والزبده. إذن لبسنا السميدة كاملة، شوفوا معايا لبسناها بديك الزيت وبديك الزبدة. فوالا، ناخدو الآن شوية ديال الماء، نكبو الماء حتى ما تكونش السميدة يابسة بزاف وما تكونش جارية بزاف، والماء كيف قلت الماء بارد، يعني ما نديروش الماء سخون. وممكن انكم تخلطوها بالحليب، ولكن انا بالنسبه ليا نفس النتيجه، سواء خلطوها بالماء او بالحليب تخرج نفس النتيجه. ما نعجنوش السميده نتاعنا، نجمعو غير هكا، حاولوا نخلطوها بلا ما نعجنوها، نجمعو غير هكا بالصبيعات ديال يدينا بحال هكا. مازال غنزيد لها شويه ديال الماء. فوالا، هنا بلا ما نعجنوها فوق نجمعو فيها بحال هاد الشكل. فوالا تكون بحال هكدا، ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف، خص يكون القوام ديالها بحال هذا. تدير نفس العبار بحال هكذا. ناخذ واحد الكره اخرى، الكره العجين هكذا، ندردرو عليها السميده من الفوق. فوالا، نحاولوا اننا نصوبوها غير بيدينا بحال هكذا حتى نحصلوا على الحجم اللي بغينا. ناخذ كره اخرى ديال السميد ديالها بحال هكذا، ندردرو السميدة من الفوق. نصوبو الحريشة ديالنا بحال هكذا.
صراحه هاد الحريشات تيجيو زوينين بزاف، تيجيو فتيين، تيجيو رائعين. كنتمنى انكم تجربوهم، وملي جربتهم تبعت لي الصوره ديال الوصفه في الانستغرام تاعي، انستغرام راه راني كتبته في اخر الفيديو، باش تشاركوا معايا التطبيقات ديالكم. مدام شويه ديال السميد، حاولوا نقادو الجناب بحال هكا، ناخذ كره اخرى، ما نعجنوهاش البنات، نحاولوا غير اننا نقادو الكره ديال السميده تاعنا او ديال الحريشه ديالنا غير بحال هكا، ما تعجنوهاش، الحرشه ما عمرها ما تتعجن. ندردو شويه تاع السميده من الفوق، اللي جات صعيبه انها تهز الحريشه بحال هكا تستعن شي أداة بحال هكا. اي فوالا، من بعد ما سالينا التكوار ديال الحرشات ديالنا كاملين، غادي نمروا الان لمرحله الطهي. ما نخليوش هاد الحرشات يرتاحوا ولا يخمروا ولا اي حاجه، غادي نكملوهم مباشره، نحطوهم فوق المقله. المقله خص تكون ساخنه ساخنه ولا بارده، يعني نفس الشيء، المهم ان تكون درجه الحراره ديال المقله مرتفعه. الحرشه دائما تكون تطيب فوق درجه حراره مرتفعه، حيت الى نقصتو عليها النار غادي تيبس ليكم. اذا دائما خذوا بعين الاعتبار ان الحريشه نتاعكم تطيب على نار تكون مجهده. نخليو الحرشه ديالنا حتى تطيب، تحسوا بها تحمرت شويه من التحت، ونقلبوها على الجهه الاخرى. بعد ما نحسوا بالحريشه ديالنا تحمرت من التحت، فوالا نقلبوها بحال هكا على الجهه الاخرى، ونخليوها تحمر على هذه الجهه كذلك بهذا الشكل. صدقوني هاد الحريشات تجيو زوينين بزاف بزاف، جربوهم وردوا عليا الخبر. وفي الساعات يوجدوا، يعني ما تياخذوش بزاف الوقت. وهما الحريشات ديالنا من بعد ما وجدوا، شوفوا معايا تيجيو بنان، تيجيو هشاشين. نتمنى تجربوهم،
ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وعلى زر الاعجاب اذا عجبكم هذا الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.